أطلب منك ومن كل مشاهدي شروق مورنينغ الذي طبعا يتابعوا خاصة الأمهات الحلقة اليوم، لأنه راح يكون فيها توقيت تزويد المياه صالحة للشرب. شكرا. إذا نلتقي في تمام الساعة 9 زهيدة مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم. أزول فلو مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد من ضيف المورنينغ اليوم، كما سبقت وقلت لزميلة زايد أحمدي أنه راح يكون حديثنا على المياه الصالحة للشرب خاصة في شهر رمضان المبارك، وكذلك عموم الحديث عن هذه المادة الحيوية والتي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها والتقشف فيها أو حتى عدم أو تدبدب فيها. إذا نروح إلى ضيفنا اليوم سيد العرباوي بن سعيد رئيس قسم الخدمات العمومية بالجزائرية للمياه لاديو. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بارك الله فيكم على الاستضافة، وصباح الخير على المشاهدين شروق التلفزيون. نعم، إذا خليني قبل ما نروح إلى المواضيع الأساسية أعطيني الوضعية الآن، وضعية المياه في الجزائر، من حيث خاصة أنا كنت استضفت الوزير منذ أيام وتكلمنا على أن الوضعية على الأقل مقلقة بعد انخفاض منسوب السدود، كذلك عدم وجود أمطار لقدرة تعمر هذه السدود ومشاكل أخرى. حقيقة ما يخفاش بلي الجزائر في يعني مرت عليها منطقة جفاف في هذه الثلاث سنوات الأخيرة، يعني افيك ان كليما سومي اريد، وهذا مما أثر نوعا ما على تخزين المياه السطحية. نعم. في السدود، ولكن في إجراءات يعني اتخذت من طرف الدولة ومن طرف القطاع لتدارك هذا العجز على الأقل بالنسبة للولايات اللي يطرح فيها، هي حفر الآبار، عندنا كذلك ترمي إعادة تهيئة محطات التحلية متواجدة على مستوى العاصمة في 4 محطات، فيه حوالي ما يفوق 100 بئر اللي فيها بعض منها دخل حيز الشغل حاليا والباقي قبل مرحلة الصيف يعني، وفيه كذلك لا سيكوريزاسيون تاع لي باراج في الأنظمة الكبرى في بعض السدود، فيه تحويلات تقام بين سد وسد لتدارك هذا العجز وتسيير هذه المرحلة الحساسة. نعم. إذا شفنا أنه مؤخرا صار تذبذب في العاصمة وفي ولايات أخرى، أو في ولايات أخرى على الأقل تذبذب راه ولا صرا الأسباب ديالو، هل تم حل هذا المشكل خاصة قضية الحامة يعني؟ طيب شكرا. احنا صادقنا مع القطاع على لبرنامج صيانة المحطات التحلية منها محطة الحامة. نعم. يعني الصيانة تكون في المرحلة هذه اللي فاتت أحسن. نعم. ما تكون في الصيف. قدمنا كل البرنامج تاع الصيانة ولازم تكون صيانة. إذا ما درنا الصيانة راح تعطل هذه المحطات في الصيف. إذا كل المحطات المتواجدة 10 محطات على مستوى القطر الوطني كان فيها أن بروغرام دو مانتونونس بروغرامي. منها محطة الحمى لا سوبيان بروغرام دو ماتينونس كي ادوري 4 جور، ولكن اتخذ التدابير لتقليص هذا العجز. وهذا راح يخلينا نكونوا مرتاحين في شهر رمضان وفي مرحلة الصيف بالنسبة للتوزيع. يلا دخلنا شهر رمضان، مادام قلت نكونوا مرتاحين، كيفاش تشوفها الراحة تاع شهر رمضان؟ خلينا نشوف لانه ما يكونش فيه يعني جو غاسيغ ما بقاش ايامات ورانا في شهر رمضان اسبوع مام لو كليما براتيكمون سي لو ميم كليما، ماناش في المرحله تاع الصيف وين لي شالور سونت امبورطونت. هذا الشيء. ثانيا الموارد متوفره بالنسبه لشهر رمضان، التدابير اتخذت، يكون فيها رياميناجمون دو بروغرام ديستريبيسيون، يعني التوزيع اللي كان درك بنفس افيك لي بان بلاج ونفس المواقيت راح يكون في رمضان، ولكن نراعي الظروف. نعم. ما يكونش التوزيع الفنية تاع الصباح ولا 10 تاع الصباح، راح يكون حوالي 12 منتصف النهار.
للسماح للسيدات ربات الابيات البيوت للقيام بالاشغال تاع 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 شهر رمضان. ويفوت الفطور قلنا احنا نوصلوا حتى ل 12 تاع الليل اذا كان ممكن. اه 12 تاع الليل. يعني هذا هو التوقيت، هذا هو التوقيت اللي توزيع صادق عليه، وراح يكون فيه تدقيق في البرنامج درك في اللمسات الاخيره على مستوى العاصمه اذا كانوا يتكلموا على العاصمه، حتى بالنسبه للولايات الاخرى. معليش خلينا نفصلوا في هذه النقطه لانها مهمه جدا. اولا اعيد التذكير انه حسب السيد العرباوي بن سعيد رئيس قسم الخدمات العموميه بالجزائريه للمياه، توزيع المياه خلال شهر رمضان المبارك سيكون بدايه من الساعه منتصف النهار الى غايه منتصف الليل، يعني من 12 تاع الصباح ل 12 اون بلاج دو 10 ا 12 ابخي، من 10 حتى 12 ساعه تاع توزيع، 10 حتى 12 ساعه تختلف بالك من مكان الى اخر، ولكن هنا اللي راح نتفصلوا. يعني العاصمه ونتكلموا على ولايات الاخرى، نبدا بالولايات الاخرى يعني حتى لانه الجزائر ليست العاصمه ولن تكون العاصمه، الجزائر اكبر من ان تكون فقط العاصمه. متى يكون توقيت الولايات الاخرى؟ ما تعطيني امثله. بالنسبه للجنوب ما فيش مشكل، بالنسبه نعم. للجنوب المياه متوفره ما فيش مشكل. الجنوب راح يكون 24 ساعه 24 ساعه؟ لا، وان كان ممكن يكون 24 ساعه 24 ساعه ما فيش مشكل. نعم. يعني هذه بالنسبه للولايه تاع الجنوب. اما بالنسبه للولايه تاع الشرق مثلا من عنابه وطارف اقصى الشرق نفس الشيء، السود مملوءه ما فيش اشكال. شحال راح يكون توقيت تاع توزيع؟ يكون توقيت مرتاح يعني يساعد نفس التوقيت بالك اكثر. تاع العاصمة. العاصمة سي ان كا سبيسيال، اون اتون ماتون لي دانيير توش تاع التوزيع، ولكن عطيت لك لي بلاج اللي يكونوا. الشيء اللي طلبناه من المؤسسة تسير سيال سي دو كالي لو بروغرام ديستريبيسيون ا بارتير دو ميدي، ويروحوا به على افيك اون بلاج دو 10 ا 12 على قدر الامكان وعلى قدر الموارد المتواجدة من المنطقة الأخرى. كان وين تكون مثلا منتصف النهار حتى 10 تاع الليل، وكان منتصف النهار 12 تاع الليل. وي يعني كان نلخصوا بهالطريقه يعني هذا هو. نعم، اذا نكمل لك في هذه النقطه بزاف بالذات عفوا، لماذا اختيار هذا التوقيت منتصف النهار؟ يعني هذا نظن خصوصيه تاع شهر رمضان. الناس تسحق 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 المال. لا حبيت نقول لك هل المضاب يعني تنوض على 12 باش تبدا الشغل ياك؟ طيب على 8 تاع الصباح تو سكي فيسال وبريباراسيون وهذيك وكويزي سي لابخي ميدي فوالا، يعني هذا هو الشيء اللي معمول به ماهوش غير السنه هذه، ما بالسنوات السابقه يعني أكيد. إذا هذا يساعد النساء اللي يرقدوا دوكا ما يرقدوا حتى لاك راس ماتيني حتى 12 وتكون عندهم حجة أنه المياه ما كاينش. صح. إذا 12 12 تاع الليل توزيع تاع المياه، هل هذا راح يكفي والمورد اللي عندنا موجود راح يكفي توزيعه خلال شهر رمضان، خاصة نتكلموا على نقص المواد؟ يعني مش راح نوقعوا مثلا في أيام العيد ولا قبل العيد، إن شاء الله ربي يلحقنا لهم بخير وعافية، إن شاء الله. مش راح نطيحوا في أزمة مثلا؟ لا، راح تسير بعقلانية هذه الأول. نعم، يعني المواد الموجودة تسير بعقلانية، وفيه جانب ثاني مواطع يعني من قضية التبذير. نعم، لازم تكون الاستهلاك عقلاني يعني كونسوماسيون راسيونيل من طرف. نعم. المستعملين يعني هما الزبون. لازم يكون امور بعقلانية، ما يكونش فيه تبذير وما يكونش فيه. نعم، إذا أنا حبيت كإطار وكابن المؤسسة الجزائرية للمياه وعلى الأقل تعرف واش رانا نستهلكوا الماء واش لازم نستهلكوا. إذا كانت ممكن تفسر لي معنى التبذير ومعنى التسيير العقلاني، يعني شحال لازم نشربوا شحال لازم نستغلوا المياه باش ما نقولوش رانا بدرنا المياه؟ هو لا نورم نقول انترناسيونال الجزائريان اللي هي 150 لتر ابيتون جور، يعني 150 لتر للشخص هذا. ولكن كي يكون في ننجم هذا ال 150 هذا تسيير عقلاني، هذا سي لا نورم.
المهمول به. أنا استهلك أكثر 150 لتر. فيه فيه في بعض الحالات والناس تستهلك أكثر. تستهلك أكثر. السقي، الغسيل تاع السيارات، أفلو هكذاك اللي روبين يفتح الأفلو. تقدر تغسل افيك ان ليتر لو ماتان كون فو بوفي فو لافي افيك 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 10 ليتر. اذا الانسان يكون عقلاني في الاستهلاك تاعو، راح يخلي ناس اخرين يستفادوا من هذا الفارق اللي يروح في التبذير. فيه اجراءات اخرى على مستوى القطاع. السنه الحاليه تسمت سيلاني دو ليكونومي دلو. اذا في برنامج لمكافحة ومحاربة اللي بونش ما احنا نسميهم ميليسيت على مستوى القطر الوطني. هذا الشيء غير قانونية، غير قانونية، وسرقة المياه للسقي كذلك بتجنيد فرق مخصصة 177 فرقة على مستوى القطر الوطني. زائد شرطة المياه اللي تفعل من طرف مدراء. الآن تفعلت شرطة المياه ولا موجودة هذه الشرطة؟ ولكن موجودة شرطة المياه يعني ماذا تعني؟ هل هي تبع المصالح الآم؟ تبع لا، تبع المصالح مديرية موارد المائية للولايات. نعم، المهام ديالها وشنو هو؟ المهام ديالها هي الفرباليز. كنت يا دي فولدو ولا دي برانشمون إليسيت ولا الفرباليز على سور دي يعني اسيرمونتي. نعم، محلفة محلفة وتراقب بالتعاون مع الأعوان الجزائرية للمياه. فيه برنامج كذلك هما تابعين الجزائريه المياه ولا تابعين؟ لا، تابعين المدراء مديريه موارد المائيه للولايات. نعم، لا مي يخدموا التنسيق معنا مع الجزائريه المياه. فيه برنامج كذلك حنا اكتويلمون نصلحوا حوالي 750 750 فيت بار جور او موين. يعني البرنامج هذا ضعفوا له فرق باش تكون عمليه القضاء على التسربات تكون الشغل الشاغل للمؤسسه. هذا هو يدخل في محاربه هذا التبذير. نعم، والهدف منه هو اقتصاد المياه. نعم، نتكلم لك انا على تذبذب توزيع المياه. يلا نتكلموا، الناس يتبدر حقيقه. هي. اللي عنده الماء راه يبدر، وكاين الناس ماهوش يلحقهم اصلا الماء، يعني ما عندهمش واش يبدروا باش، لانه مازالهم يعمرهم سيتيرنا مازال. هناك مشاكل يعني توصيل تاع الربط بالمياه الصالحه للشرب، خلينا نقولوها بكل صراحه، يعني متى نقول انتهى مشكل توزيع او وصول الماء الى البيوت؟ يبقى قضيه تذبذب، قضيه اليوم ما كاش الماء، هذا الشهر نقص الامطار، شيء طبيعي معليش مقبول، ولكن على الاقل يوصل الماء ولو نهار واحد للبيت. يعني نظن لازم نوضح شيء. الجزائريه المياه متواجده عبر 1010 بلديه على مستوى القطر الوطني. اكثر يعني الجزائريه 1010 كومين كي سون جيري او ديتاي با لا جيرين دي سو. اي نو افون 123 كومين كي سون جيري با لي اسبيا. سياكو او نيفو دو كونستانتين، سيور او نيفو دو اوران، سيور او نيفو دالجي. يبقى 408 كومين كي هما راهم على عاتق البلديات. 408 بلديات غير مسيره من طرف لا الجزائريه المياه ولا الفيليال. هذو راهم في مسيرين من طرف البلديات، ما نقدرش نعطيك عليهم يعني توضيحات. اعطيني اللي حاكمين بالنسبه للشيء اللي موجود. احنا حاليا نو زافون ا بابري اون ابروفيزون دون لي 28 مليون دابيتون، 28 مليون ساكن. كي نجمعوا لي زاسبيا والجزائريه المياه نصبروا حنا في حوالي 36 مليون، 35 حتى 36 مليون ساكن تابعين لتسيير الجزائريه المياه الى زاسبيا. الباقي راه في البلديات، ولكن المناطق اللي غير موجوده هو البرنامج الثري اللي تاع مناطق الظل اللي فيه بعض الاماكن دخلت في حيز التنفيذ والتشغيل حاليا كونتيتي ميون سيرفيس، والباقي هو في الاشغال الجاريه اللي تمينهم مستقبلا ان شاء الله، في القريب ان شاء الله. نعم ان شاء الله. اذا خليني نتكلم على نجي معكم نجي ضدكم بعد معك. معليش. الان راني معك. يلا. الجزائريه المياه كانت صرحت مؤخرا انه هناك، وكان الوزير معي هنا في البلاطو، 50 مليار
كانت أعتقد 50 مليار ديون على المواطنين وعلى المؤسسات، مؤسسات الدولة كمستحقات للجزائرية المياه. وبكل صراحة أنا نقولها قدامك أنه الجزائرية المياه بهذه الطريقة ما تقدرش تكمل، لأنه أموال كبيرة يطروح لها. الآن أعطيني الرقم الأخير تاع الرقم. الرقم 50 مليار كان لأواخر سنة 2020. نعم. والآن الرقم راه يفوت 50 مليار، حوالي 55 مليار دينار لحد الآن. 55 مليار دينار، منها حوالي ما فوق 70% عند كيفاش نقولوا لي زابوني ميناج، المواطنين. يعني المواطنين، انا جو لونس ان ابل اترافير يعني هذا الحصه هذه يعني لي بور لا سونسيبيليزاسيون تاع المواطنين للتقرب، لانه التقرب من مصالحنا والتسديد. التسديد اون بو اكوردي دي زيشونسي، لي زيشونسي يا دي زانستركسيون باش الناس تخلص بالتقسيط. هذه الاولى. كاين دوت فورم دو بايمون لي جون بوف بايي بار بليزيور فوا ميتون، ينجم يخلص عن طريق الانترنت، يخلص في البوستا، ينجم يتقرب من المصالح نتاعنا في الصناديق نتاعنا. ولكن كما قلت انت المؤسسه ما تقدرش تكمل بهذا الديون، لانه راح تروح العجز مالي. بهالطريقة وما ننساش اللي تحضير شهر رمضان وتحضير الموسم الصيفي، وعلى غرار شهر رمضان والموسم الصيفي عندنا دي سالير مؤسسة اللي فيها 34 ألف عامل. نعم. اللي تصار على هذه الخدمات، فيه تموين تاع لي برودوي شيميك اللي لازم به نعالجوا به المياه، توسكي للمحطات، لأنه نسيروا 91 محطة معالجة. ما نجيبوش نمدوا مع هكذاك. فيه مخابر 44 مخبر مع مخبر مركزي اللي يسهر ليل نهار لمراقبة جودة المياه، يعني باش قبل ما تتوزع المواطن. وهذو كاع لازم تخلصهم. وهذو كلهم نخلصهم، لي غياكتيف، لي زيكيبمون، لي سالير، لي برودوي شيميك، سي نورم. الكهرباء اللي فاقت الديون تاعها 18 مليار دينار حاليا. يسالوا لكم هما. نعم. انتم ماكوش تسالوا لهم صنع الغاز. ما نسالولوش بالقدر اللي سالونا هما. البلديات وزارة الداخلية راكم تسالوا لهم. رانا مع وزارة الداخلية فيه عمل حالي، حوالي 12% من الديون في عمل حالي لتسديد هذه الديون. بشرنا يعني ثلاث حصات في هذا الجانب، وفيه الجانب تاع تحويل البلديات الباقيه. هل سيتم تحويل 400؟ فيه برنامج مع وزاره الداخليه، لانه لازم فيه تموين بور لا ميز ا نيفو دو سي انستالاسيون، لي انستالاسيون تاع لي 408 كومين. فيه كيفاش يقولوا اغلفه ماليه راح تسلم لنا ان شاء الله. يعني راح يتم تحويل 400 بلديه الى المورد المائي. اذا كانت فيه الاغلفه هذه وصلت، نباشروا هذه العمليه مرتبطه بهذه الاغلفه اللي حاليا ما يحولوها لكمش مش مره. اذا نروحوا نعاودوا لك نقطه مهمه ذكرني بها زميلي طاهر فطني الان عبر اسمع، وهي انه تكلمنا على ولايه العاصمه والجنوب فيما يخص توزيع المياه خلال شهر رمضان. اخواتنا في الغرب وكذلك في الشرق راهم يتسائلوا هما التوقيت ديالهم كيفاش يكون. نفس الشيء نفس الشيء، يكون فيه برامج في مواقيت مدروسه. نعم. يعني تكون في خليج في الامسيه بعد منتصف النهار. نعم. لتزويد المواطنين والبيوت وربات البيوت في هذه المرحله. نعم. حتى يفوت الفطور. ولكن من منطقه الى اخرى احنا قلنا دي بلاج دو 12 مي اذا كان نمدوا اكثر نمدوا اكثر. هذا سي مويان. كاين اماكن اللي يقدر يكون فيه بالك خمسه ست سوايع. كاين اماكن يكون فيها ولا يكون فيه شح، يكون فيه شح في الموارد، يعني غير موجود بطريقه. نعم. كافيه. كما قراءتكم الاوليه يعني ولكن البرامج تكون برامج تساعد المواطنين، تساعد خاصه ربات البيوت كما قلت. يرضوا 12. هم لازم يرضوا 12. اذا كاين يعني كاين ولايات وين راح يكون فيها خمس سوايع ست سوايع سته. كاين حنا كنقولوا اون بلاج دو 12 كاين اللي يدي 14 كاين اللي يدي 8 ما تقدرش تكالي البرنامج تاعك مثلا. انتم على حسب القراءه الاوليه عفوا وين راح يكون الاقل يعني التزويد بالمياه، شنو هي الولايات؟ حسب المعطيات اللي عندكم. انا نظن بالنسبه للبرنامج تاع شهر رمضان. نعم.
ما يعرفش ما راحش يعرف تغيير كبير بالنسبه للمرحله الحاليه. كل قلت لي جويه نقول لك جويه بالك بالك يكون فيه برامج اخرى. ولكن بالنسبه لشهر رمضان، شهر رمضان راح يجوز عادي ما فيش. اذا مادام تكلمنا على شهر جويلية او الصيف، رمضان 12 ساعه، يعني 12 ساعه هي معدل توقيت توزيع المياه خلال شهر رمضان. اذا فيما يخص الصيف، الصيف فيه تدابير، فيه مشاريع تدخل في حيز التنفيذ في المناطق اللي فيها عجز بالنسبه للمياه السطحيه. لانه المياه الجوفيه موجوده حوالي 38%، المياه تحليه البحر حوالي 19% حاليا، هذه مضمونه. وفيه برامج، نعطيك مثال، مثلا كي نمشيو لمدينه تبسه وسوق هراس اللي تعرف شويه بعض العجز على مستوى السدود السد عين داليا. فيه مشروع دخل حيز التنفيذ، محطه وتوضعت مع توتال سيستم في الولايه تبسه اللي راح تنقص من العجز، البلديه الغربيه لتبسه، اون ستاسيون دو تريتمون في لو باراج تاع وجد ملك، السعه تاعها 25000، دخلت حيز التنفيذ. فيه نوتخ ستاسيون دي ميليغاليزاسيون في واد شارف بور لا ريجون تسدراتا، تمول المناطق تاع سوق هراس اونفيرون 12000 متر كوب جور. فيه السد نتاع بوسيابه اللي دخل في التشغيل عنده حوالي شهرين، يمول حوالي 6 بلديات اللي كانت تعرف عجز في ولايه جيجل. فيه برنامج ثري تاع الابار اللي قلت لك عليه بالنسبه للولايات المجاوره للعاصمه، تيبازا، بليدا، بويره، بومرداس. وفيه ابار اللي دخلت حيز التشغيل حاليا. والاخرى كلها تكون شغاله قبل مرحله الصيف. اذا التوقيت يعني هذا راح ما نقدرش نشوفوا هذه الموارد كلها تكون موجوده، وراح يكون فيه برنامج وتكون فيه كيفاش يقولوا كوميونيكاسيون دون سو سونس. مي يعني لو ديفيسيت اللي راح ينتج من المياه السطحيه راح يتقلص عن طريق هذه المشاريع. يعني باش تكون يجوز الصيف، ولو صعيب، صيف صعيب مقلق لانه ماكش مرتاح، يعني تسير ب افيك مينيموم وتكون عقلانيه، ما يكونش فيه تبذير. نظني مر الصيف ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا نعود نولي لك لقضيه الديون. هناك مؤسسات عموميه ما يشتفى الديون، هل هناك مؤسسات خاصه كبيره ما يشتفى الديون الجزائريه للمياه؟ لا، بالنسبه ل المؤسسات العموميه سو كونابيل ادمنستراسيون تبليك، كاين الشيء وين دار شغل مع وزاره الداخليه يعني هذا فهمنا عليه. بالنسبه للمواطنين وما شابه، في خلال سنه 2020 تنساش باللي صرا لي لابونديمي، كانت لابونديمي، الناس كانت تستهلك استهلاك كبير، ويعني ما تقدرش تقطع له في هذه المرحله. درك رجعنا لتذكير المواطنين، وفيه دي ميزور كونتيتي بريز بور لي جون كي اون بليس دو تروا فاكتور وما خلصوش، هذا رايحين يتقربوا منهم ونطالبوهم بالتسديد اذا كان يلزم حتى لقطع المياه. رايحين لقطع المياه اذا كان لازم نوصلوا لقطع المياه. اللي عنده اكثر من ثلاث فاتورات. ما فوق. ولازم يخلص ثلاث فاتورات ولا؟ لا، يتفضل فيه ان بايمون بار شونسي، يطلب شونسي بالتقسيط، ما فيش مشكل، هذا كل شيء موجود على مستوى الجزائريه المياه. سي ديزاستريشن. اذا الان ماشيين اللي لازم ندخلوا الديون، لازم الديون هذه ترجع للمؤسسه. ما يقدرش تخلص فاتوره كامله، ولكن تقدر تخلص اون دو ترونش اون ترو ترونش. هذا فيما يخص اللي عنده ثلاث فاتورات. وما اذا ما خلص وما اكثر، اذا ما خلصش الفاتوره ديالو في وقت ما راحين يتصلوا به عن طريق الوكاله التجاريه. وفيه مهله يطلبوها له، مهله جينيرالمون سي 15 جور 15 يوم. ونظن جو لونس لابيل بوك لي جون سو رابروش دو لوكاس باش يتقربوا باش يخلصوا فاتوره، ولو يخلص بالتقسيط ما فيش مشكل، والا سيتم قطع المياه.
والا نعم. سيتم قطع المياه. نعم، اذا ان شاء الله نروحوا كاع نخلصوا الان فقط، نخلص الفاتوره تاعي. اذا انا حبيت نركز في نقطة معينة، أنت قلت استهلاك المياه خلال السنة الماضية أثناء الجائحة شحال كانت؟ كنا حوالي 5.5 مليون متر مكعب يوميا إنتاج، كله كيتوزع. في الأيام العادية شحال استهلكوا؟ لاحظنا هذا لاحظنا خلال مرحلة على البانديمي هذه، ما وصلنا لهذه الأرقام هذه. ترك رانا حوالي 5 مليون متر مكعب يوميا. 5 مليون متر مكعب يوميا، يعني هو مويه. نعم. إذا نعود لنقطة هي أنه 15 يوم أمام المواطنين اللي عندهم ثلاث فاتورات. اللي استلموا الفاتورات التوحد. نعم، ثلاث فاتورات أو أكثر. من أجل الدفع على الأقل بالتقسيط، وإلا 15 يوم اللي قطع المياه اليوم. هذا قرار للاديو التي لها ديون تفوق 55 مليار دينار، يعني رقم على الاقل كبير. مخيف مخيف. نعم، عمرها ولا لحقت هذا الرقم الاديو؟ لا، خلال السنوات الاخيره قبل ما كانش هذا الرقم. كانش هذا الرقم، وتفاقم هذا الرقم خلال سنه 2020. نعم، اذا نبقاو في قضيه المياه. انا مش حاب نخليك تتكلم على السيال ولو انه الكل يشتكي من سيال. هل الان لاديو في حال، خلينا المؤسسات العموميه 12% هكذا قلت لي ولاد حوالي 12%، سيال في حال غادرت سيال التسيير في الجزائر، هل لاديو قادره على انها تنوب عليها وتسير الولايات البلديات اللي راهي تسير فيهم سيال؟ نظن حاليا سيال موجوده وما في حتى قرار يعني اتخذ. نعم. الكونترا سي مفعول، ولكن نقول لك باللي قبل ما جاء سيال كانوا جزائريين يسيروا. نظن جاوبتك. اكيد. كانوا في جزائريين يسيروا، ما فيش مشكل. نعم. فوالا. إذا فيما يخص الولايات اللي حتى الآن ما عندهمش المياه مثلا، وشنو هو البرنامج المستقبل لسنة 2021 حتى يتم على الأقل بعض الولايات اللي راكم افونسي يعني قد قدمتوا معهم؟ فيه تقدم كبير، كاين حوالي 37 مشروع اللي راح تدخل في التشغيل، يعني ينتهى منها الأشغال في هذه المرحلة في رمضان، وكاين اللي بعد رمضان مرحلة الصيف. تمس كل المناطق هذه اللي تعرف عجز في المياه الصحيه. مثلا ناخذوا مستغانم، مستغانم كانت فيه اشغال لتحويل المياه التحليه لتسديد العجز الموجود على سد كراميس اللي فرغ. السد في عين دفله، سد بن ملوك اللي فرغ كذلك، فيه ابار انجزت وتحويلات لسد هذا العجز، يعني pour faire face à la distribution durant la saison estivale. نعم. اذا خلينا نروح لك لبعض الاسئله تاع المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا الان. مثلا هذا يقول لك السلام عليكم الاخ بلال عبيده انس اكرم، ليس من المعقول قطع المياه على الساعه 12 الليل، هناك من يريد الاستحمام ليلا والوضوء الصلاه الفجر لان المواضي في المسجد في المساجد مغلقه. معليش نعم، يعني المرحله الحاليه ما فيش بالك مياه على دور مدار الساعه، يعني موش وناش 24. نعم. المواقيت اللي موجوده حاليا هي مواقيت يوميه على مستوى العاصمه، لكن من العاصمه سي دي بروغرام ديستريبيسيون كي سون او كوتيديان فيرما. نعم. احنا فيه مواطنين اتصلوا بنا يقول لك علاش تعطيونا الماء في النهار، اعطيونا في الليل، نخدموا في زوج مدونا الماء في الليل. وفيه فئة أخرى تقول لك أنا واش ندير بالماء في الليل، مدوا لي في النهار. حنا تكلمنا على شهر رمضان. نعم. اللي قلنا يعني مواقيت خاصة بهذا الشهر المعظم اللي تسهل معاناة تربية البيوت والبيوت كذا. أنا قلنا من 12 للفوق
ولكن في بالنسبة لسائر الأيام يعني الأيام العادية لو بروغرام اون اج 24 ما يساعدش، لأنه فيه تقليص في التوزيع، وهذا ناتج كنا نقولوا عن العجز المسجل على مستوى السدود. يعني يعطي لك يوميا، ولكن كي تجيك 12 ساعه 13 ساعه الانسان ياخذ الاحتياطات تاعو. اذا ساره تقول ولايه ميلا بلديه بو حاتم اربع ايام باش يطلق الماء في بلديه ميلا. بلديه بو حاتم ولايه ميلا، انا نقول لك ما حتى تسجل على الاقل اذا كان نسجلوا. في سؤال اخر يقول لك بالنسبه للمواطنين اذا ما خلصوش ثلاث فاتورات هذه راح تقطع لهم الماء، هل سيقطع المياه على المؤسسات الدوليه اللي ما تخلصش؟ هل يقطع المياه على مؤسسه الدوله؟ نعم. لا، ما مؤسسه الدوله فيه بشر لا شغل، وفيه بعض الديون التي سددت، والبعض الاخر فيه برامج اللي تخضع الميزانيات وما فيش مشكل. نعم، ما كان هناك رقم ماشيين في الاجراء، في ماشيين في الاجراء. بالنسبه للمواطنين يعني الزبون عادي ما عندوش ما يقدرش يخلص، يتصل بالوكاله يطلب مهله. المهم يبان، يبان يتصل بالوكاله ويغوكوني كي لا تخوا فاكتور اي كي لا دي بروبليم فينونسي بور نو با بايي اي سرا بري اون كونسيديراسيون. يعني ما هي المهله اللي يطلبها ولكن المهم يخلص حتى هو ما اتفقمش على الفاتوره، ما تخبرش عليه. بلديه بو حاتم ولايه ميلا اربع ايام يعني، باسكو يقدر يكون فيه في بعض الحالات دي زانسيدون سوغ لي زانستالاسيون، يكون فيه مشاكل تاع كهرباء. يعني تخلي تكون وضعيه كيما هذه ماهيش على سائر الايام، لانه ميلا عندها اكبر سد، راه فيها سد بن هارون اللي راه ممتلئ. اذا هناك اسئله يعني لا يؤخذ عليها على الاقل. نروح لك الى موضوع اخر. دائما في قضيه المياه نتكلموا اليوم على التبذير، شيء كاين ورانا نشاهدوه وكاع نقوموا به على الاقل اذا كنا نحوسوا على الحقيقه تاع انفسنا، ولكن في نفس الوقت هناك تسربات تاع المياه. مثلا منين تمشي تشوف الماء يخرج خيرك يا ربي من الانابيب بسبب اشغال صيانه، مرة أخرى يقول لك بسبب ربط غير عشوائي. الحل وين راه؟ هل عجزنا أن نحل مشكل مثل هذا؟ يعني نوافقك شاطرك، لأنه نوز استيما كو لا بيرت فيزيك اكتويال سو لي ريزو ديستريبيسيون راهي فاقت، راهي في 30%. نعم. إذا فيه هدف مسطر لتقليصها ل 20%. هذا راح الهدف هذا نوصلوا ليه عن طريق تجديد الشبكات اللي راهي حاليا في بعض الولايات. نعم. بعض الولايات فيها عمليه تجديد الشبكات، هذا راح يقلص من 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 لابيرت فيزيك من هذا التبذير، سكون ابل نو فويت بيرت سو ريزو. فيه لو بروغرام دو ريباراسيون دو فويت، زدنا مام في اطار الشراكه مع لانساج، يعني في اطار السياسه الراشده تاع الدوله، اون انجاجي بلوس دو 400 ميكرو انتربريز على مستوى الجزائريه المياه للقيام بهذه الاشغال بور لي ريباراسيون دو فيت سور برانشمون. لانه لاحظنا لي برانشمون هذه التوصيلات العشوائيه اللي تقول عليهم فيهم كميه كبيره من الضياع بالنسبه بارابور للريزو. Ça veut dire que ces 400 micro-entreprises vont contribuer à la réparation du futur branchement ou à تقليص من هذا الضياع. فيه الفرق تاع المؤسسة. قلنا حاليا أنا في حوالي 750 فويت بار جور. أنا نخدموا باش هذا العدد نزيدوا منه. يعني إي أريفي أن موان دو ريباراسيون تقليص من مدة التدخل الى على الاقل 48 او 72 ساعه تكون دخلت الفرقه وصلحت لافيت. نعم. هذا راح يساهم في الاقتصاد تاع المياه
ولو نرجع توجو للتبذير الاخر باسكو لا بيرت كوميرسيال اي تفوق اي اوتور دو 20-25% ما هذا اللي يحي العداد ويخلي الما يسيل اللي بذر باسكو نا با دو كونتور التوصيلات العشوائيه لي برانشمون اليسيت كي سون با سينيالي يديو كميات كبار المناطق اللي يتجرؤوا على القنوات الكبرى للتحويلات باش يديروا السقي يكسروا القنوات ويديروا بهم السقي هذا كله فيه برنامج ثري خاصة هذه السنة خاصة هذه السنة إذا نقعدوا في قضية السقي شفنا أن وزارة الموارد المائية مشات في قرار لمساعدة الفلاحين في السقي حتى الآن الفلاحين في كثير من الولايات راهم يقوموا بواجبهم حقيقة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في غياب تام لرعاية من وزارة الفلاحة فيما يخص السقي السقي الأراضي الفلاحية هل مثلا انتم راهين ماشيين لمشروع آخر على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة هؤلاء الفلاحين ونشاط هؤلاء الفلاحين دوما في غياب مصالح الوزارة التي هم تحت لوائها والله سي بلال هذا السؤال يخص بالك ديوان التطهير ديوان السقي المتواجد على مستوى الوزارة ووزارة الفلاحة ونظن الوصية ما تخلاش على يعني ياخذوا كل التدابير لانقاذ الفلاحين ولكن ما عنديش يعني نعم اذا نبقاو معك في قضيه المياه الصالحه للشرب خلينا نسالك سؤال ربما بالنسبه لي محسوم ولكن كثير من المشاهدين كثير من الناس يسالوه حول نوعيه المياه اللي رانا نشربوها النوعيه والجوده كما قلت نعم فيه 44 مخبر على مستوى الوحدات على مستوى 44 ولايه الوحدات تاعنا وفيه مخبر مركزي على مستوى المديريه العامه وفيه مخابر على مستوى محطات المعالجه نعم لي ستاسيون دو تريتمون عندهم دي ميني لابوغاتوار يعني كي تخرج الماء يتعالج المراقبه تاع النوعيه الاولى تندر هنا إذا الماء مش مليح ما يروحش ما يمشيش للتحويل وللخزانات فيه رقابة ثانية على مستوى الخزانات وفيه رقابة ثالثة كما ينص عليه القانون عند المستهلك يا كالندري اي دي شيميس كي ديبلاس بور كونترولي اي بو بروند دي اشانتيون اي فيريفي تو سكي بارامتر كيما نسميو حنا الكلور من غير هذا ما فيش توزيع نزيد لك سنة 2020 ما فيش ان كا ام تي اش كي تي سينيالي كل الاماكن اللي ظهروا لنا فيهم دي زانتروزيون ولا امر كانت يا يو دي رياكسيون رابيد دي بريز ان شارج ان تريتمون مباشره وهذا خلينا تفادينا ما فيش ولا قضيه تاع امتياش كي اللي تسجلت على مستوى المؤسسه. نعم اذا من نوعيه المياه نروحوا الى السكنات الجديده خاصه لما نتكلموا على سكنات عدل هناك مشكل في توصيل المياه الصالحة للشرب كاين هناك اللي مازال يعاني كاين اللي يسكنوا في الطوابق الأخيرة حتى ما يلحق لهم صفة نهائية هل هناك حل على الأقل مبدئي لهذه الأزمة في إجراءات في هذا الجانب بالنسبة بداو بتات بلاديال لو ام بي اي لو بي جي كل العمارات اللي فيها ما يفوق اربع طبقات باسكو القانون يقول ار بلس 4 كل ما يفوق لازم له ضخ سي دي ستاسيون دو بومباج دو سوربريسيون داخل الحي داخل الحي افيك دي باش دو ستوكاج بور افوار اون اوتونومي فيه اتفاقيه راهي تدرس درك ما بين الوزارتين فيه اجتماعات دارت وعلى مستوى المؤسسات لو ام بي اي لا دي ال لارجيريان دي زو اي سي ال لتدارك هذا الشيء وقيام بتشخيص لي سيتي كي سون ديجا اوبيراسيونيل موجودين راهم ديجا ساكنين فيهم الناس فيهم دي سيستم سيال في ان دياغنوستيك تاع لي سيتي هادو وقدماتو
المديريه المعنيه نتاع السكن. نعم. لي بور فيغ لا ميزا نيفو، ومن بعد فيه اتفاقيات لتسيير هذه ال نعم. من طرف من طرف نيفو. هل راح يكون اعاده نظر في كيفيه توزيع المياه في هذه الاحياء؟ لا باش لا ميزا نيفو دي زانستالاسيون يعاودوا يرجعوا هذه الباراشوت صدق سي لا باش ني با نورماليزي فو لا نورماليزي سي لو موتور ما كاش ان موتور فو بوزي ان موتور سي سي لي ان باب كي ني في با لافير فو لا فو لا ريابيليتي فو لا فير ديماري اي شخصو ستاسيون بار ستاسيون باسكو سي دي بتيت ستاسيون داخل لي سيتي هاد لي ستاسيون سي كان يكونوا شغال يعني فونكسيونيل نعم ولو يكون الضغط ضعيف تاع الماء يدخل لاباش اللي موجوده تاع التخزين داخل الحي من بعد كيضخ كي البرومي كي لو ديزيام ايطاج يزورون لا ميم بريسيون هذوما الاجراءات يتخذوا حاليا مع لا ديال مع لا ديال بروجي كومونسي افيك لا ديال اي فا تبتدي لارجي على لو ان بي اي ا دوت سورغانيزم لوجور بالنسبه لي فيليال نتاعنا ولا زينيه المياه كلهم راح يكونوا هناك اتفاقيات تكون في اتفاقيات لتسيير ها هذه المرافق اللي موجوده داخل هذه الاحياء نعم وتسهيل تزويد المواطنين يعني اللي يسكنوا في الطوابق العليا نعم نولي لك الى شهر رمضان المبارك حتى نختم بهذا السؤال شحال هي الكميه او نسبه الكميه المياه التي تتوقعون انها راح تكون تستهلك خلال هذا الشهر واللي راكم محضرينها على الاقل يعني على حسب نكونوا حوالي ما بين 5 و 5.5 متر مكعب من مليون متر مكعب يوميا يعني في entre 5 entre 5 et 5.5 مليون دو متر كوب يوميا يوميا هذا فيما يخص المياه الصالحه للشرب للشرب نعم وهل راح تتوفر هذه الكميه؟ بربي ان شاء الله تتوفر تتوفر موجوده درك موجوده هذه الكميه لانه 19% منها من مياه التحليه التحليه موجوده نعم. قمنا بالصيانه في شهر في الشهر السالفه يعني جانفي فيفري درنا مع لي زوبيراتور نتاع لي ديسالمون تو سكي اونتروتيان الباقي مياه جوفيه موجوده وفيه البرنامج هذا اللي دخل حيز التنفيذ البرنامج الاستعجالي ذكرت لك منه سوغهراز ذكرت لك منه تاع وجهه ملاك ذكرت لك منه فيه ما يفوق 100 بئر على مستوى الولايات المجاوره للعاصمه اللي راهي في الانجاز وفي ابار دخلت في التشغيل حاليا يعني هذا راح يرفد من كميه الانتاج ان شاء الله نعم. ويقلص من العجز نتاع المياه الصحيه نعم اذا ما دام تكلمت لي على هذا خليني نتفرع لك لسؤال اخر مثلا في ولايه عنابه خلينا نتكلموا عن عنابه اللي كان عندها مشكل كبير في المياه هل الان تحل بصفه نهائيه؟ تحل بصفه نهائيه والسدود اللي تمول مدينه عنابه هي سد شافيه وسد مكسا وسد نطخ باراج ريغولاتور يقول له بوغوس كلها ولكن نسبه كبيره في مستوى يعني الحجار نعم نسبه كبيره كانت تروح للحجار الحجار يدي دوبريت يدي مياه غير معالجه يعني مباشره من القالات تاع التحويل يدي سد الحجار كميه اللي تتراوح وداخله في المشروع في دراسه المشروع نهار الاول اما بالنسبه للازمه اللي عاشتها مدينه عنابه ولايه عنابه في سنه 2017 على ما اذكر بقات بالماضي هذه هذا ماضي هذا ماضي سي جو باسي نعم مثلا الكميه موجوده والمشاريع اللي قامت بها قام بها القطاع جابت الثمره نعم والتوزيع راح يكون لاباس به في مدينه عنابه ولايه عنابه ولايه الطرف لان مرتبطين في مرتبطين في السيستم هذا يعني ما فيش مشكل يعني نعم الولايات الساحليه خلال شهر الصيف كيفاش راح تكون الامور؟ اغلبيه الولايات الساحليه راهي معنيه بدي صالما لا بليبار يعني ما فيش مشكل كيف كيف ليزون كل المدن الساحليه راه فيه محطات تحليه ما الاشكال ما يكونش فيه اشكال في التوزيع نعم مناطق الظل كيفاش راح ديروا معهم الى غايه توصيل المياه؟ مناطق الظل على حسب تقدم المشاريع فيه مشاريع يعني هائله باشرتها مديريه الموارد المائيه على مستوى كل ولايه وكل مشروع يتم نعم كل مشروع يتم راح يزود المواطنين ونظن في تقدم كبير في هذا المجال نعم كذلك سؤال فقط وصلني لي الان فقط يسالوا على المناطق الجبليه
يعني الولايات اللي فيها مناطق جبليه قال لك المامرة وشي الحق يعني بصفه منتظمه. ما اسكي لي راكوردي او ريزو ولا لا؟ ما عندهم حتى توصيل. ما عندهمش شبكات. نظن هذو هي المناطق اللي في البلديات اللي غير مسيره من طرف الجزائريه المياه لحد الان. نعم هذو راح يتم 408 كوبين. ولكن البلديه الموجوده تقدر تخصص صحاريش، تقدر تخصص يعني تموينهم وتحط لهم خزانات في هذه المناطق. ان بي ار في انستالي سور بلاس، ويجيو شاحنات يديروا دوريه يعمروا لهم هذه الاماكن. كم درنا هذا الشيء، درنا في ميلا في الزلزال، درنا في عين الدفله في فرغ السد، درناه في بجايه، ونحطينا دي سيتان ونمولوهم بالشاحنات. نعم. مع افيك كيفاش يقولوا اون غوطاسيون بارمانون دي سيتان، دي كاميون سيتان. اذا السيد العرباوي بن سعيد رئيس قسم الخدمات العموميه بالجزائريه المياه لاديو، شكرا لك على كل المعطيات الاقل حصريه اللي قدمتها من خلال عدد اليوم. اتمنى لك كل التوفيق وللجزائريه للمياه حتى توفقونا في ايصال المياه الصالحه للشرب للمواطنين، خاصه في الولايات الداخليه، ولايات الجبليه، مناطق الظل، عاصمه لمالا، والولايات الغربيه والشرقيه الجنوبيه. قلت انت بلي الامور لاباس بها، لازم تجاوزوا ازمه ندره الامطار ان شاء الله بخير وعلى خير، بعيدا عن التبدير خلال شهر رمضان المبارك. قلتم ان هناك 12 ساعه توزيع للمياه من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل، وفي ولاية أخرى 10 ساعات تنطلق الكل، ينطلق من منتصف النهار عملية توزيع المياه. 55 مليار دينار هي ديون المستحقة لدى المواطنين من طرف شركة الجزائرية للمياه، وكذلك لدى من 70% المواطنين و 30% لمؤسسات الدولة. إن شاء الله المواطنين يخلصوا، وقبل هذا إن شاء الله مؤسسة الدولة تخلصكم حتى تسلكوا من هذه الأزمة. شكرا لك سيد بن سعيد العرباوي، كنت ضيفا عزيزا. شكرا لكم، ونقول لكم مبروك رمضانكم، رمضان المبارك عليكم وعلى الشعب الجزائري. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا